ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقة بتاعت النهاردة. احنا هنستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا، عشان الطبيعي لما بتشتري الحاجة بتفتح باب التلاجة بتبقى التلاجة مرصوصة من خيرات الله، بتطلعي الحاجة دي وتبدأي تشكلي منها مينيو. معانا تشكيلة من الفلفل متقطع وجاهز اللي هو المزمبلاص التحضير يعني، معانا صدور فراخ برغل، معانا طبيعي كل يوم بصل وتوم وزبدة وبقدونس مفروم وشبت، روزماري جديد النهاردة، ومعانا زعتر بري لطيف وحلو أنا بحب ريحته أوي على فكرة، معانا زر ورد جايبه من عبد العطار حلو للفوكاشيا، زيتون نوعين اللي عايز الأخضر أو الأسود، معانا جبنة مبشورة شيدر أو موزاريلا، والأرنبيط المصري اللطيف اللي بيتكلم مصري بكل اللغات، نعمله مالي بيجي معانا، نعمله مسقعه بيجي معانا، نعمله مقلوبه بيجي معانا، نعمله مخلل بيجي معانا، الارنبيط المصري ده لا يعلى عليه. ولكن معانا مشكله مع الكولون، طبيعي ان انا اتلاشى المشاكل بتاعه الارنبيط او الكرنب اللي هو الملفوف بوجود الكمون، الكمون طارد الغازات مع البروكلي او الارنبيط او الكرنب اللي هو الملفوف. فانا هستخدم النهارده الفوكاشيا بتاعتنا معاها ارنبيط. تعالوا نشوفوا خطواتها ومقاديرها على الشاشه. معانا من المقادير تقريبا نص كيلو من الارنبيط مبشور، ممكن يكون ربع ممكن يكون تلت كيلو حسب ما هنشوف كميه مع بعض دلوقتي. معانا زيتون اخضر وزيتون اسود، ومعانا زعتر وروزماري وزر ورد وجبنه مبشوره وبيض وزيت زيتون، ده اساسي، وبيكنج الاثنين مع بعض هيتحدوا علشان يعملوا عضلات جوه العجينه بتاعه الفوكاشيا، لان معروف عن الفوكاشيا وجود ماده متخمره او ماده رافعه عشان تبقى العجينه هشه عامله زي الكيكه الاسفنجيه. وجود الخميره مع البيكنج باودر دول مهمين جدا، دي المعلومه اللي عايز اوصلها لحضراتكم. بس ازاي استخدم الخميره وازاي استخدم البيكنج باودر ده مهم جدا على فكره. طيب عندنا البيض اساس بقى بشتغل عجينه دلوقتي، هنستخدم فيها فانيليا؟ لا. طيب اول حاجه بخفق البيض كويس في عجينه الفوكاشيا لوحده كده على جنب، واتاكد ان هو كله بقى قوام واحد. عندك بيض في التلاجة بقى له يومين ثلاثه مفيش مشكله طلعيه قبل ما تشتغلي ب 10 دقائق او ربع ساعه. الحاجات اللي انا بقولها دي والتفاصيل دي يمكن اللي بتاخد وقت مننا شويه، ولكن انا والله العظيم ما برضى اعدي المحطه غير لما اقولها، دي مهمه جدا، دي اسلوبي في العمل فسامحوني معلش. اطلع البيض من التلاجة قبل التشغيل لو هستخدمه في كيكه او معجنات قبل بشغله بربع ساعه، هيديني الماده دي كده مع بعض. حلو قوي. هنحط شويه ملح وشويه سكر، حلو، ونحط الماده الدهنيه بتاعتنا زيت زيتون. استخدامنا للفوكاشيا ما بتاخدش لا زبده ولا سمنه، بتاخد ايه يا عم الشيف؟ زيت زيتون هو البطل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود شويه، نزود، هناخد شويه ونخل شويه نحطهم على وش العجينه ونقلب ده كده مع بعض. حلو عجينه الفوكاشيا دي انا بحبها، بتسد مكان الكيكه، بتسد مكان العيش، بتبقى لطيفه وحلوه. كده زي الفل. نيجي بقى لاستخدام العضلات هنا. خميره وبيكنج باودر، انا بحط ايدي على التركايه وسر نجاح العجينه اللي بعملها او الطبق اللي بعمله. اول حاجه الخميره بتاعتنا بنحط عليها شويه ميه وشويه سكر. ميه دافيه، تقوم تشتغل معايا بسرعه، اهي شفت عملت رغوه ازاي؟ لو عايزاها تطلع معاك بسرعه وهشه زي ما انت عايزه، حطي معلقه سكر على الخميره علشان تشتغل معاكي بسرعه. حلو، ونقلبها كده ونخليها على جنب. دابت الخميره مع السكر زي الفل. طب البيكنج باودر يا ابو غازي مركون عندي في دواليب المطبخ بقاله كتير، وبستخدمه ساعات في الكيكه بتهبط مني، وباخد نفس المقادير اللي انت بتطلع بقى على الشاشه، ونفس المقادير اللي بشوفها على السوشيال ميديا، ونفس المقادير اللي موجوده في الكتاب. ولكن عندنا مشكله، الكيكه بتهبط، بتبقى من النص مش مستويه، وده الطبيعي، معرفش ليه الفرن فيه مشكله مش عارفين ليه. هقول لك على علامه كده وانا شغال، ادي البيكنج باودر معايا اهو، بحط عليه شويه ميه، مش ميه سخنه، ميه من الثلاجه او ميه من الحنفيه عادي، عمل رغاوي فوار زي الفوار اللي بناخده كده مثلا، اهو شفت الفوار اهو، اعرف ان هي دي الماده الفواره اللي فيه، شفت هيطلع من البوله اهو، صلي على الحبيب، هو ده. الله على الاساتذه المصورين حبايبي في رساله التلفزيون المصري. البيكنج باودر كده بسلام كده يعني بصحته موجود معايا، يبقى اللي هم دول الاساس الفوكاشيا، هنشتغلهم دلوقتي مع بعض. حلو الكلام. اول حاجه هنا هنحط الارنبيط بتاعنا اهو، الارنبيط ده بنجيبه يتغسل، وبعد ما يتغسل كويس يتحط في ميه مغليه بشويه كمون وعصره ليمون، ليه كمون وليمون؟
علشان الغازات اللي موجودة فيه. ده كأرنبيط مبشور. بشرته ازاي يا شيف؟ ادي المبشرة معانا، بنجيبها كده ونجيب حباية الأرنبيط بعد ما نحطها في مية مغلية بكمون ونبشرها كده كأننا بنبشر جبن. انا ما بسيبش نقطة الا ما بشرحها. ودي حقوق الطبع لدينا وبس. ازاي نعمل فوكاشيا بالأرنبيط؟ عملناها بالجمبري قبل كده، عملناها باللحمة، عملناها بالسجق، اما بنوع خضار وأرنبيط ده الجديد، دي بتتكلم مصري. ده الأرنبيط معانا بالشكل ده كده، حلو الكلام؟ طيب دي الخطوة، هناخد اللي احنا بشرناهم دول نحطهم نستفيد بيهم. حلو قوي. بحط على الأرنبيط ده يا عم الشيف شوية الدقيق بتوعي مخلوطين أمر بالشكل ده كده اهو، وانزل عليه بالبيكنج باودر، وانزل بالخميره والسكر. دكتوره جيهان ازيك؟ اهلا اهلا، صباح الخيرات. يا صباح الفل يا ست الكل. شفنا الجميل، كل سنه وانت حضرتك طيب. وانت طيبه. اولا بشكرك على كل الاكلات الجميله، فعلا ربنا يبارك لك في ايديك يا رب. امين يا رب العالمين. شيف من فضل حضرتك انا بس كان ليا ملحوظه صغيره. اتفضلي. ميرسي. انا طبعا دكتوره وفي ملحوظه مهمه بالنسبه للارنبيط. الناس اللي بتاخد ادويه التجلط الارنبيط بيعوق هذا الدواء، يعني في حاجه. اي دواء يا ست الكل؟ اي دواء دكتور؟ التجلط. التجلط الناس اللي عندها اي ان ار او اللي هو سرعه الترسيب او عندها تجلطات او عندها جلطات. حلو. بتاخد ادويه عايشين عادي بينا يعني، خلاص روحناهم البيت من المستشفى. حل. وعايشين بياخدوا دواء التجلط. حل. بكتب على الدواء ده ملحوظه صغيره كده واقول ممنوع اكل البروكلي والارنبيط. ولو حلو. في البلاد العربيه اسمه نبات الزهر، هم ما اسمهمش الزهر في الخليج عندهم. او في الشام. مهم طيب. جدا الملحوظه دي، الارنبيط والبروكلي يا ست الكل يا دكتوره. بعد الناس طيب. اللي بتاخد ادويه التجلط حل. لان بيعوق الدواء ده، بيعوق دواء التجلط. تمام يا فندم، وربنا يشفي كل مريض يا رب. طب في له بديل يا ست الكل؟ له بديل؟ له بديل؟ بديل؟ لا لا لا، يعني بلاش تستخدمه في الاكله دي. مظبوط. وعلى فكره دي ده علم اسمه دراج فود انتر اكشن، يعني الادويه اللي هي بيعوقها بعد الطعام. حلو. يعني مثلا في سيدات عندهم هشاشه. حلو. اقول لها مثلا ما تاخديش حاجه معينه. في اطفال بتاخد ادويه الصرع. حلو. اقول له ما تاكلش معاه الكورن اللي هو فشار. الفشار. حلو. يعني اذا احنا لازم نحتاط جدا جدا جدا. حلو. لبعض الاطعمه مع بعض الادويه. حلو قوي، ده مهم جدا على فكره، ودي معلومه بشكر حضرتك. وهي دي الست المصريه بتتابع الحلقه، شافت معلومه ما بخلناش بيها على الساده المشاهدين، فعلا اللي عنده تجلط وربنا يشفي كل مريض ما يستخدمش الارنبيط. والعلم لما يتكلم سما هوس. شايفين الخلطه دي كده؟ دي الفوكاشيا على طريقه المغازي، عملناها بالارنبيط. وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس. بنجيب صينيه مستطيله الشكل. تدرس نظريه يا شيف؟ اهي الصينيه دي بناخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، ونحط فيها ورقه زبده لطيفه زي دي كده. اشيل ده من هنا. حلو. وبحط شويه زيت زيتون في ارضيتها. لسه هكملها بشويه حاجات. واخد العجينه الحلوه دي كده، دي احلى فطيره بقى، فيها كل حاجه، دي هرم غذائي. الارنبيط فايدته للست الحامل، وبيساعد على تكوين الجنين وهو في بطن امه. الواد نازل من بطن امه بيحب الارنبيط مقلي مقرمش كريسبي. ليه؟ لانه بيساعد على تكوين الجنين في بطن امه. الله عليك يا عم الشيف. ودي معلومه مهمه لكل ست زي الفل. تمام اهو، ناخد ده كده اهو، نسوي العجينه وندخلها الفرن. بس لما اجي اسوي العجينه لازم امن نفسي، بحط شويه ميه هنا كده، وهسوي العجينه ديت واحط عليها شويه زيت زيتون وادخلها الفرن. احط ايدي في الميه واشتغل كده، احط ايدي في الميه واشتغل كده، وافرتها بالشكل ده كده. حلو قوي، لسه ما خلصتش. فوكاشيا بالارنبيط من المطبخ الطلياني، ده العيش بتاعهم، فطور غدا عشاء. درجة حرارة الفرن كام يا مغازي؟ 180.
بحط عليها بقى شويه كده ايه زر ورد دلعها يعني من الاخر، شويه روزماري حلوين، فوكاشيا مشهوره بالروزماري فيها مع زيت الزيتون، عندك زعتر بري زي اللي معايا ده مفيش مشكله، احط شويه انفطهم كده على وشها واحتفظ بيه على فكره ده مهم جدا وفليفر حلو للمعده، وخاصه في وجود القرنبيط وجود روزماري وزعتر سمع هوس للقرنبيط مش هنسمع له حس خالص جوه معدتنا. درجه حراره الفرن عندي 180 اللهم صل على النبي، واحط على وشها شويه زيت زيتون وادخلها الفرن. فطيره حلوه بتناسب كل الاعمار. اللهم صل على النبي. مع السلامه. عينيا اهي. يلا خش. ايه الجمال والحلاوه دي. يلا نقفل الفرن ونودع الفوكاشيا من المطبخ الطلياني بالارنبيط ولكن بطعم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمطبخ المكسيكي، خدنا بعضينا من ايطاليا واشهر الاكلات عندهم او المخبوزات الفوكاشا، غير البيتزا طبعا والباستا والكلام ده كله احنا عارفينه، احنا المصريين بنجود فيه وبنعمله حلو قوي. مطبخ مكسيكي عنوانه حاجات مهمه جدا، وسبحان الله الحاجات دي عندنا في مصر متوفره دلوقتي عند اي حد بتاع خضار. فلفل الوان، وهم بيستخدموا الكزبره اكتر من البقدونس، الكزبره عندهم عندنا هنا زي البقدونس كده داخل في التبوله وداخل في المشويات، هم عندهم الكزبره هي سيد الخضار كله. حلو الكلام؟ ده عنوان المطبخ المكسيكي، غير الزيتون طبعا وزيت الزيتون والفليفر بتاع الروزماري والزعتر. مقادير كفته الدجاج من المطبخ المكسيكي بطعم شرقي، مقاديرها على الشاشه. صدور دجاج متقطعه خاليه من العظم، برغل نص كوب، معانا كمية كتيرة مش مشكلة نستخدمها استخدامات أخرى، معانا بصل، فلفل ألوان متقطع جوليان أو مربعات صغيرة، ومعانا بصل وتوم وزيت زيتون وشوية كزبرة خضراء مفرومين ومكعبين من الزبدة، هي دي كل المقادير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي سريعا. حلو قوي. أول حاجة معايا الكبة بتاعتي، هحط فيها صدور الفراخ بالشكل ده كده، ومقطعها صغيره علشان ما تاخدش وقت مني كبير في الفم في الفرن، وتريح السكينه بتاعت الكبه. حلو. اخدها فرمه كده مع بصلايه حلوه، فصين ثوم محترمين. تمام، معانا بصل والبصل ده هيديني سوائل، وانزل بالبصل مع الثوم. واقول لك كده معلومه غير معلومه وانا شغال زي الفل، هتدعي لي كل ما تفتكريني، ايه هي؟ وانت بتعملي اي كفته، فراخ، جمبري، سمك، ما تحطيش البهارات في المفرمه، طلعي خلطتك وفروميها وكل حاجه، وابداي اظبطي الملح والتوابل. ليه يا عم الشيف؟ علل ولماذا؟ علشان بعض التوابل بتمسك في الجدار الخارجي او الداخلي للمفرمه، ودي مهمه جدا انك تستخدمي توابل في حاله ما بتفرمي الحاجه في مفرمه او في كبه، بتفقدي جزء كبير من التوابل والتست بتاع التوابل والملح، هي دي المعلومه اللي عايز اقولها. كل ده مع بعضه انا اضرب. الله عليك. Yeah.
خلص الكلام، بعتذر عن الازعاج. حلو قوي. كل الخلطه دي مع بعضها يا شيف، كل الخلطه دي مع بعضها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بنجيب كسروله زي دي كده ونشيل الكبه دي من هنا. تعمل ايه يا عم الشيف؟ بعمل احلى كفته من المطبخ المكسيكي. ده مكعب زبده حلو كده هيغزل حته اللحمه دي. ما هي اللحمه دي مش لحمه هبره فيها دهون، لا ديت صدور فراخ نسبه الدهون فيها قليله. نقوم نغذيها بايه؟ مكعب زبده، معلقه سمنه، ده شخصيه. اه شايفين الجو ده كده؟ اه حطيت ايه يا شيف؟ حطيت شويه فلفله حلوه، شويه زعتر، لسه الملح والفلفل ما حطيتوش. اه الله، دي مكسيكي. اه ايه العلامه وايه الاماره اللي تقول دي مكسيكي؟ الطعم والشكل وباستخدامنا للتوابل. وخلي بالك المطابخ كلها واحد، من نعم ربنا وزع نعمه على البشر بالتساوي، الا الذكاء طبعا ده مختلف من شخص لاخر، والابداع من شخص لاخر، وهي دي طبيعه بشريه والحمد لله رب العالمين كونيه. ولكن مطبخ الصيني صويا صوص، صلصه المحار، زيت السمسم، وهكذا. مطبخ طلياني يعني زعتر يعني ريحان يعني روزماري. حلو الكلام. المطبخ المكسيكي يعني فلفل الوان، تشكيله من الفلفل الالوان والبصل والتوابل اللي انا بستخدمها دلوقتي. المطبخ المصري سيد المطابخ، واللي واخد من كل المطابخ، واللي صدره واسع لكل المطابخ لان بيحب الدنيا دي كلها. كمون، كزبره، التوم بتاعنا اللي بنتباهى بيه قدام العالم، وهكذا. شايفين الكفته لطيفه. اظبط الملح بتاعي. عينيه اروس، صينيه الاروس بالبطاطس والكريمه، بطاطس شرايح، حبه اروس حلوه حاجه كده نص كيلو، بننضفها ونحشيها كرفس بصل وتوم، وفي الاخر بنرصها في الصينيه ونحطها بشكل حلو كده، ونحط جنبيها البطاطس المتقطعه شرايح رفيعه، مع كوبايه من الميه، مع نص كوب من الكريمه اللباني، بهاراتك ملح وفلفل، وبلاش تستخدمي مع الاروس لا كمون ولا كزبره عشان الطعم ما يهربش مننا. الكفتة كده جاهزة، ومعانا تشكيلة الفلفل، بصل، فلفل ألوان، بقلبهم على بعض كده. شفت بقى هشتغل ازاي؟ ومعايا طاسة سخنة على النار، قلبت الخضرة كلها مع بعضيها. أخبار الطاسة ايه؟ درجة حرارتها عالية زي الفل. بحط فيها شوية زيت زيتون، اشويها على الجريلا. اه بالشكل ده كده، واسيبها تسخن وتاخد راحتها، وابدا اشتغل في الكفته بتاعتي. اه اه واعملها كده زي الايه، حبيت التفاح. اه 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 واحطها هنا. اه اه احطها هنا. يلا اهو اهو افكار. اه الموضوع هتفتحي باب الثلاجه هتلاقي كل حاجه فيه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هنا انك انت بتحب المطبخ ده مهم جدا. اهو 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 الكفته دايما شوف المدرسه بتقول ايه، مدرسه المغازي، كنت حته اللحمه بالظبط بتجيبيها حته طبعا هبره كده حلوه فيها نسبه دهون من 20 ل 30%، وبتفرميها فرمه خشنه مش ناعمه كده في الحته دي كده. حلو. وبعدين عندك برغل، بتجيب البرغل يا ست الكل منقوع يعني تغسليه، وبعد ما يتغسل مره واتنين وتلاته بتصفي منه الميه وتخليه على جنب. وحذاري، وبقولها حذاري واكتبيها على باب التلاجه، تيجي تعملي كوبيبه او تستخدمي البرغل في الكفته بتاعتك وتحطيه في ميه وتسيبيه، العرق بتاعه اللي هيفيدني وهستفيد منه والحته الحلوه اللي فيه الميه هتسحبها منه. حلو الكلام. هنا الخبره الطهويه بتلعب دور، خبره السنين. ولكن انت تغسليه مره اتنين تلاته، وفي الاخر يا ست الكل بتصفيه كويس وتسيبيه على جنب زي اللي موجود معايا ده. هستاذن فرسان التلفزيون المصري نجيبه مع بعض. اه طبعا انا هشتغل في الكفته بتاعتي، بتاخد الشكل المكسيكي، هي خدت الطعم لازم تاخد الشكل، عشان شطارتك انك انت لما تعملي سفره ولادك يقولوا لك يا ماما الاكله دي من المطبخ المكسيكي، انت كده نجحتي، التبوله دي من المطبخ اللبناني، وهكذا. هاخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اسرار المطبخ الطلياني، مطبخ المكسيكي، ولكن بالطعم الشرقي، طعم المصري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العظيمة المصرية العربية اللي بتتابعنا من خلال شاشة القناة الأولى. بنقول لك كل سنة وانت طيبة يا أعظم ست في الوجود. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. اليوم النهارده يوم مميز لان سر الوجود بعد الله سبحانه وتعالى الست العظيمه المراه الام الاخت البنت الزوجه طبعا عرست من فوق. حلقه النهارده من المطبخ العالمي ولكن بطعم شرقي مصري غالب شويه. حلو الكلام. معانا الكفته من المطبخ المكسيكي ولكن للامانه بتتكلم مصري. عينيا يا غالي، ايه رايك تاخد الكرين كده ومعايا فرسان التلفزيون المصري نجيب الفوكاشيا بعد ما خدت المرتبه العاليه او القمه العاليه يعني في قلب الفرن تاخد وش؟ ايه رايكم؟ يلا نبص عليها. العب. هو ده حلو. طيب ايه الجمال؟ ايه ده؟ ايه اللي في الفرن ده؟ طلياني؟ لا بيتكلم مصري. فوكاشيا بالارنبيط. احنا استخداماتنا عند الارنبيط واقفه عند مقلي كريسبي. ياخد كزبره ولا ما ياخدش، ياخد صوص طماطم ولا ما ياخدش، المقلوبه يتعمل ولا ما يتعملش، وهكذا. يا نعم. حلو. يلا العب. فين فوت؟ مهم جدا واحنا شغالين نحط في الاعتبار لازم الاكل بتاعك يناسب كل افراد العائله صغير وكبير. هاخد الفوكاشيا كده اطلعها من الفرن نوريها لحضراتكم. شكلها لطيف. علشان ادخل الكفته تاخد وش شويه على ما نكمل العجينه اللي عايزين نعملها لحضراتكم النهارده. يعني هو ده. تعالي حلوة قوي، شكلها حلوة قوي يا شفيع على فكرة، صورني معاها. دي الفوكاشة، تبرد نقطعها بالسكينة. ألف هنا وشفا للي ياكل. حلوة قوي. أخبار إيه اللي في النار؟ اللي في النار هنا تشكيلة من الفلفل الألوان باقية معايا. أهي. اللي أنا كنت بغرق بيها أو بكفر بيها أو بغلف بيها الكفتة المكسيكي. بسواها على النار كده. هحطها في الطبق طبعا جنب الكفته. الفوكاشيا طعمها جنان. نقطعها. انت عايز تاخد حته؟ انا عارف. حاضر حاضر. عينيا. واللي عايز يشوف حته كده مستويه. بنهزر يا شفيق، يعني خبره السنين دي تروح فين؟ اهو حاضر اهو. نقطعها بقى مربعات مثلثات زي ما احنا عايزين. الشكل ده كده. الله. فطار تنفع، غدا تنفع، عشاء تنفع. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا يكرمك يا شيف. عايشين ببركه دعواتكم وحبكم والله. اهي اهي. شوف طالعه ماسكه نفسها ازاي؟ اهي اهي. حلو؟ طيب تعالوا مع بعض. حلو. سؤال وجيه، ينفع نعمل الفوكاشيا بالبطاطس؟ ينفع، بس مش هتبقى نفس الطعم ده. الأرنبيط مستو السوائل بتاعته محتفظة جوه الأنسجة بتاعته، غير البطاطس بتديكي طبعا مادة نشوية فبيختلف الطعم هنا. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل عجينة الكريب سريعا كده. معانا طاسة على النار سخنة جاهزة زي الفل، ونعملها سريعا مع بعض لأن حضراتكم منتظرينها من أمس. بولة إزاز، معانا البيض، اتنين بيضة. العجينة دي حلوة على فكرة، عايزك تتعلميها لان انا شاطر فيها. اهو اتنين بيضه زي الفل. البيضه بيتخفق مع معلقتين من الزيت. حلو. وناخد كمان معاهم معلقه سكر. وجود السكر مع البيض يساعد على سرعه خفقه. جيدا. اهو حلو. ونقلبهم كده يديك الماده الرغويه والبياض بتاعه. بنعمل حلو هنا. نحط فانيليا. الفانيليا معانا. معانا مين من الحبايب؟ كيكه بالشوكولاته مقاديرها يلا اكتبيها ورايا يا دينا. اهو كوبايتين من الدقيق، اربع بيضات متوسطين الحجم يطلع بالثلاجه مسبقا بياخدوا فانيليا. كوبايتين دي نحط عليهم معلقه بيكنج باودر، ماده دهنيه يا زبده يا سمنه يا زيت نص كوب، واحد كوب من الحليب، واحد كوب سكر. نخفق السوائل لوحديها ثم المواد الجافه لوحديها، وفي الاخر نعرفهم على بعض كده زي الفل. واللي على النار اهو. ايه الجمال ده؟ اهو اهو العجينه. نوصل ايه تاني؟ معانا الفراوله. اهي فراوله متقطعه بالشكل ده كده.
الفراوله دي المصريه لها طعم مميز كده، الارض الطيبه مصر بتلاقي طعمها سكر، مش محتاجه سكر. ومنين اجيب لك سكر؟ استاذ محمد مدير الفنان الكبير. نقلب دول كلهم مع بعض. قالت بتساون بيا باشا في بسمع غالي، بسمع جنب شغلي وجنب انشغالاتي، لازم اسمع للطرب المصري والطرب العربي. شايفين العجينه؟ ايوه شفت العجينه اهي، دي عجينه ايه يا شيف؟ عجينه الكريب بالفراوله اهي. الله، معانا طاسه بقى على النار. ونشتغل بقى، نعمل لنا 20 30 واحده. ممكن تستبدلي الفراوله يا ست الكل بيعمل شيف بتفاح بكيوي، ما تشغليش راسك يعني، الكيوي فيه سوائل كتيره بس حلوه برضو. ناخد ده كده على جنب، وهقف كده لغايه لما مخرجنا يقول لي وقتك خلص، اشيل كل حاجه من قدامي. حاضر عيني، عايز اشوف الكفته زي الفل تمام. اللهم صل على النبي. نروق الدنيا عشان هطلع كفته من قلب الفرن ونشوف هنقدمها ازاي. وانا شغال، طاسه على النار فيها شويه زيت صغيرين، واحط واحده اتنين تلاته كده عشان بس اوريلك الفكره ايه هي. اهدي النار. نجاح الكريب او الكانولي او البانكيك تظبيط النار. نار سخنه معايا شويه، بشيلها كده. اول ما بحطها في النار بشم اول حاجه هنا ريحه الفانيليا، سبحان الله. حتى قرفه هتشم ريحه القرفه، حتى ميه زهر هتشم ميه زهر، وهكذا. واسيب دول يستووا كده، وناخد بعضنا نفتح الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. حاضر يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الكفته بتاعتنا اهي، عايزين نبص عليها، ناخد الجوس بتاعها ده كده. ركزوا بس معايا عشان المطبخ هنا بيتكلم مصري. الجوس ده ينزل على الفلفل ده كده، حلو. وناخد الكفته هنا، طبق التقديم بتاعنا سريعا اهوت عشان انا اخدت وقت كبير النهارده. الخضره دي لطيفه اهي، الله عليك. ووزعها هنا، شويه الخضار دول جمال جدا، واخدين زيت زيتون، واخدين فليفر روزماري زعتر، حلو الكلام. ونشيل الكفته بتاعتنا كده اهي، هي لوحدها بتترفع من الطاسه اهي. وقول معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. كفته بالطعم المكسيكي، الشكل المكسيكي. اللهم صل على النبي. قطع واحده نصين، حاضر. حلو، شيل ده كده من هنا، سامحوني في الوقت معلش. طب عايز اعمل اي حاجه حلوه، خاصه النهارده يوم مميز يعني. قطع واحده نصين بسرعه، عايز اشوف قلبها المخرج بيتكلم مصري ولا مكسيكي. مكسيكي طبعا، بالطعم المصري بالطعم الشرقي. حاضر عينيا. نطلع عجينه الكريب. تسيبوني طيب اسوي الكريب ونخلص الحلقه، ايه رايكم وانا واقف كده جنب النار؟ يلا. حلقات النهارده زي ما حضراتكم شايفين مميزة، فيها بساطة، فيها سهولة، فيها مرونة، علشان حبايبنا اللي بيتابعونا. عملنا مع بعض الفوكاشيا من المطبخ الطلياني وبالطعم الشرقي اللطيف زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا كمان كفتة الفراخ بالطعم المكسيكي زي ما حضراتكم شايفين، وشغال في عجينة الكريب بالفراولة. بنشوفها واحدة واحدة كده على نار هادية، تطلع معايا زي الفل. وأنهي الحلقة بتاعتي من خلال شاشة القناة الأولى باسم كل فريق العمل، اخراج، بروديوسر، انتاج، كل الحبايب وكل فريق العمل. بنوجه تحيه شكر كبيره لكل سيده عظيمه، الام، ام الشهيد، وامنا واختنا وزوجتنا واولادنا، بتحيه كبيره من خلال شاشه القناه الاولى بمناسبه اليوم العالمي للمراه. كل سنه وانت طيبه يا اعظم ست في الوجود. شكرا. We'll be right back.